في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تحسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا ترون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ولقد كذب
بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. Makir. Awalam yarau ila tayri fawqahum sawab. Awalam yarau ila tayri fawqahum sawafatiw. Sawafatiw wa yaqbidun. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bi kulli shay'in basir. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i ayya sifa bikumul arda fa idha hiya tamur, am amintum man fis samai an yursila alaykum ya hasiba fasata lamuna kaifa nadir. Walakad kadzabal ladina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis samaa'i illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa tuntul lakum yansurukum min dunir rahman. Yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Mati ketemu hamzah niku. Kode ini idhar. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lam ketemu lam iku idgham mutamasilan dereng. Balajju fi utuwi wa nufur. Sing arep wawu ni ditasdid terus tanwin terus ketemu wawu meneh.
balajju fi utubbin wa nufur afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda am may yamshi shawiyan ala siratim mustaqim afa may yamshi mukibban afa may yamshi sing Qur'ane model ngene iki padha tak ros karo aku iki sing sukun rata-rata ilang non mati sing disukun ilang no, ilang sukune maksude afa may yamshi sing model kaya tembak utan atas citra iya afa may yamshi enten enten sih iki versi penak sing versi ngene-ngene iki sing iki penak gitu san iki penak kaya ngene anu bali mbak disawi odor dak aku kaya ngene ora enak sih tetep iya enak gak enak ya anu enten berarti penak nang dhewe berarti iki cetakan baru tapi kok angel ngono bagi sing enggak terbiasa anu asing sih an jadi ning kene nun mati iki kabeh gak enek subune terus biasanya tanda bantu untuk itu bihuna itu ada tasdidnya ningkene juga enggak enak ini pertama mau coba yo aku kagok terus kok kaya ini lafate itu amman afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda wajhihi ini enak tanda seleretnya enggak enten yang orang kuih enak tapi cowok orang yang dure tapi yang sebelah kaya nyambung huruf afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda am may yamshi shawiyan ala siratim mustaqim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal af'idah qalilam ma tashkurun qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal af'idah qalilam ma tashkurun qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun qul huwallazi dhara'akum fil ardi fil ardi qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun bismillahirrahmanirrahim amman hadzal ladzi huwa juntul lakum yansurukum min dunir rahman amman hadzal ladzi huwa juntul lakum yansurukum min dunir rahman amman hadzal ladzi huwa juntul lakum yansurukum min dunir rahman amman hadzal ladzi huwa juntul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah amman hadzal ladzi yarzuqukum iradu angel ya kok terus ketemu kaf iki jenenge idgham mutaqariban takbir dadi urip kabeh ora oleh diidghamne ya amman hadzal ladzi yarzuqukum am in amsaka rizqah amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal
في عتو ونفور. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي شويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Mulah alia makro terutu angil syed ketemu sin kof kaf afamayyam shi syed ya afamayyam shi mukibban ala wajhihi ahda amayyam shi sinne amayyam shi sawiyan ala shiratim mustaqim ya. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قُلْ هُوَ الَّذِي